أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مقتل أحد شيوخ التيار الصدري في إحدى مناطق بغداد. في صحيفة المدى، محللون عبد المهدي سيواجه تحدي إرضاء الكتل السياسية لتنفيذ برنامجه. وجاء في موقع كتابات، يحدث في العراق قطع الإنترنت لعشرة أيام لمنع الغش في الامتحانات. وفي الجزيرة نت، الحياة تعود إلى معبر نصيب بين الأردن وسوريا. وجاء في صحيفة العربية الجديد، ترامب يلمح إلى احتمال تخلي ماتيس عن وزارة الدفاع. وفي صحيفة القدس العربي، برلين وباريس ولندن تطالب بتحقيق ذي مصداقية في اختفاء خاشقجي. أما في صحيفة الحياة، الملك سلمان في اتصال مع أردوغان، لن ينال أحد من صلابة علاقة السعودية مع تركيا. النفوذ الذي أحدثته الميليشيات المسلحة داخل العراق أدى إلى انفلات أمني واضح، وعدم وجود رؤية أمنية لكيفية الحد أو السيطرة عليها بسبب ارتباطاتها ومرجعياتها السياسية والعسكرية والدينية المؤثرة، إضافة إلى عديدها من الأفراد ونوعية وكمية الأسلحة التي بحوزتها، بحيث بدأت تفوق نوعية وكمية الأسلحة والأعتداء والمعدات التي بحوزة القوات الأمنية والعسكرية العراقية، بل بدأت تتدخل في جميع المفاصل الأمنية والاستخبارية، وتكون لديها الحظوة في العديد من الأجهزة التنفيذية، وبالتالي قدرتها في التأثير على الأرض وفي الميدان سيكون أكثر فعالية وحضورا وتأثيرا على القرار الأمني في العراق، بحسب الكاتب إياد العناز في مقال بصحيفة البصائر العراقية. إن العديد من العمليات والحوادث الأمنية التي شهدتها المدن العراقية والإخفاقات الأمنية وانعدام الأمن وحالات الاختطاف والقتل العشوائي كانت وراءه هذه الميليشيات بأفرادها وقادتها ومسؤوليها، ولم تستطع أي حكومة عراقية تلت الغزو الأمريكي للعراق بعد 9 نيسان 2003 بكل أدواتها وإمكانياتها في الحد من خطورة هذه الميليشيات أو إيقافها عن نشاطاتها، بل على العكس فقد تمادت واتسعت وانتشرت وأصبحت ظاهرة سياسية وأمنية تقوض الوضع الأمني في العراق، ولا تلتزم بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من رئاسة الأركان العراقية ووزارة الداخلية وتشكيلاتها التابعة لها، وأصبح لها الفعالية والقدرة على النفوذ في توجيه وصياغة القرار السياسي العراقي بعد دخولها للعملية السياسية وانتخاب العديد من قادتها في مجلس النواب، وفي هذا سيكون لديها القدرة على إنفاذ توجيهاتها ومخططاتها من خلال مساهمتها في إصدار بعض التشريعات أو الموافقة، والعمل على توحيد الرؤى داخل مجلس النواب بما يشكل عاملا مهما في تحقيق مآربها وأهدافها. ويضيف الكاتب أن وجود بعض قادة هذه الميليشيات ضمن العملية السياسية إنما يعمل على تنفيذ إرادة المشروع الإيراني التوسعي وأهدافه في العراق بإيجاد قيادات حليفة للنظام الإيراني، وتكون أدوات له تساهم في تفعيل غاياته في النفوذ والهيمنة على الوضع العام في العراق وفي جميع الميادين والنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. يتصاعد صخب الأحاديث عن برنامج الحكومة المقبلة ومعايير مطابقته لمفهوم الدولة الحضارية الحديثة بعد أن توافقت الآراء بين أهل الحكم والأغلبية الصامتة بالتحديات الكبرى التي تواجه
هذه الدورة البرلمانية ما بين برنامج حكومي بحلول كبرى لآثام عقد ونصف العقد مضى، وبين أحاديث كواليس الأحزاب عن سريان مفعول مفاسد المحاصصة بعد تبادل الاتهامات عن برنامج بينهم بتزوير الانتخابات الحكومة المقبلة، كتب مازن صاحب في الزمان العراقية. لست بناصح للسيد رئيس الوزراء المكلف، لكن أي حديث عن حكومة بثوب جديد لن تكون أكثر من تزييف للحقائق ومحاولة تسويق بضاعة الأحزاب الفاسدة، كما هو حال أي حديث عن بناء دولة حضارية من حطام مفاسد المحاصصة تحت عناوين فلسفية متعددة ربما تماثل الواقع في البناء العقائدي لكنها تخالفه في استحضار آثام ذات الأحزاب، فالنتيجة النهائية هي الاستمرار لما سبق، وإن تم التفاهم حوله بين أحزاب المعارضة في اتفاق لندن بمباركة إيرانية وضمانة أمريكية بريطانية. وأي حلول تسعى لإعادة تدوير عجلة الحكم في العراق بعكس عقارب الساعة الأمريكية البريطانية تبقى مجرد أضغاث أحلام ونموذجا لجهل فنون السياسة، عندما لا يتطلع قادة الأحزاب إلا لما تحت أقدامهم أملا في خطوات مقبلة ما بعد تثبيت وجودهم في السلطات التشريعية والتنفيذية. نتائج تقرير مركز مراقبة حقوق الإنسان الدولي في نيويورك عن الأعوام الماضية وما خلفته من أيتام وأرامل ونازحين ومهجرين، ونسبة تفوق ربع العراقيين على خط الفقر مقابل صرف أكثر من 1,000 مليار دولار. يتطلب من البرنامج الحكومي المقبل أن يعترف بعروبة العراق ويفسر الدستور بأن العراق ليس مجرد عضو في الجامعة العربية، بل يعني ذلك امتداد عمقه العربي، وأن يكون مفهوم المواطنة قائما على هذه الحقيقة حتى بالنسبة لغير العرب، بأن سياسة العراق الخارجية قائمة على هذه الحقيقة دون الإضرار بمواطنيها كعراقيين أصلاء، بل تعزيزا لهذه المواطنة فحسب. وهذا الأمر من الأهمية بمكان لإلغاء أي حالة تراجع أو نكوص في التعامل مع مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية في المنطقة. حسم هذا الانتماء في الهوية الوطنية ليس مجرد أمنيات بل تطبيقات لسياسات الدولة الخارجية بحسب الكاتب. ولأننا نعيش في عصر حميد الهيس، فإن عدم الكفاءة والاستسهال والدوافع الشخصية تضع الوزير في منصبه، لأنه يحمل الصفات السحرية الثلاث: أولاً مقرب من أحد رؤساء الكتل السياسية، وثانياً مسالم ولا يثير الشغب ويرضى بالمقسوم، وثالثاً يحب أن يرفع شعار أنا وأقاربي على الوزارة. في السنوات الماضية شاهدنا كيف تم تنصيب ضابط سابق في الشرطة وزيرا للثقافة التي حولها إلى مزرعة خاصة يديرها أحد أبنائه الميامين، ولم يكتفي سياستنا بهذا الحد من إهانة الثقافة ورجالها لينصبوا متهما بالقتل كان يفتي بحرمة مصافحة النساء. بعدها ظلت عقدة الدونية تحاصر وزارة الثقافة التي استنكفت كتل سياسية كثيرة من أن تضمها إليها، والسبب أنها وزارة بلا موارد، بل إن بعضهم قال بالحرف الواحد أثناء مناقشة الميزانية: يا أخوان حرام أن تطالبوا بتخصيص مبالغ لوزارة لا تضم سوى راقصين ومغنين، هذه أموال اليتامى حرام أن تبذر هكذا، وأموال اليتامى هذه لم تمنع صاحبنا المتباكي من شراء الشقق الفاخرة في دبي. للأسف سياسيون يضعون أصابعهم في آذانهم حين تعلو أصوات المثقفين مطالبة بالاهتمام بالثقافة، لأن وحوش المحسوبية والبيروقراطية والمحاصصة الطائفية دائما ما تجهض أحلام العراقيين. لماذا الاستغراب إذن من حميد الهيس وهو يقول أنا الأفضل من يصلح لكرسي وزارة الثقافة؟
والآن كما يقول الكاتب، دعوني أسأل: بعد تظاهرات بغداد ومدن الجنوب وما جرى في الموصل والأنبار وعشرات الآلاف من الضحايا وملايين المهجرين، هل سيتم اختيار وزراء الحكومة القادمة بنفس العقلية التي تم فيها اختيار خضير الخزاعي لوزارة التربية وفلاح السوداني لوزارة التجارة، وهي عقلية تصر على وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أيضا؟ ويقول الكاتب خاتما مقالته: والآن عزيزي القارئ، أرجوك ألا تسخر من المثقف حميد الهيس الذي يطمع في أن يحصل على لقب وزير الثقافة، فقد أوهموه بأن الثقافة تعني الرقص، والرجل مغرم منذ شبابه برقصة التشوبي بحسب الكاتب. في كل دورة انتخابية يسعى الشعب جاهدا أن يجد الأفضل من بين هؤلاء الذين تمكنوا من خلال دعاية إعلامية مشوشة وفرض نظام انتخابي يتيح لهم ولأحزابهم السلطوية البقاء رغما عن إرادة الشعب، فيبقى المواطن العراقي مجبرا على انتخاب شخصية تابعة لحزب معين، أو أن يكون معارضا ويائسا ويقاطع الانتخابات، وكلا الأمرين يؤديان إلى نتيجة واحدة. فجميع الخيارات مغلقة أمام الشعب العراقي، فقد أحكمت تلك القوى السياسية القبضة على النظام الانتخابي وكل مخارجه تؤدي إلى بقاء تلك الأحزاب السلطوية، سواء بالتزوير أو بأدنى النتائج للانتخابات. ليأتي بعد هذه الخطوة نشاط سوق سياسي لبيع المناصب الهامة والتي تدر الأموال أو تعطي نفوذا، بحسب الكاتب يوسف رشيد في موقع كتابات. إنما يؤسف له أننا في كل يوم نشاهد وكأنها خطة منهجية في إذلال العراق وشعبه وفق رغبات وتوافقات فئة سياسية انفردت بالقرارات والرغبات الشخصية والمنفعية والفئوية، بعيدا عن طموحات ورغبات الشعب وتطلعاته في إحداث عملية تغيير شمولية على النظام السياسي والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والجوانب الأخرى التي تصب في خدمة العراق وأمنه وتطوره نحو حياة مستقرة وآمنة تنعم بالعدالة والرفاهية وتحقيق الخدمات المطلوبة والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي والمؤسسات الحكومية. لكن هذه الأحلام صادرتها الطبقة السياسية المنتفعة من بقائها على حساب سلطة المال العام والنفوذ، والتي تتقاسم ثروات البلاد فيما بينها وتتقاسم المناصب والمسؤوليات. وكان العراق وليمة خاصة أو فريسة جاثمة تنتهشها أنياب ومخالب الضباع والوحوش، وتصويره للعالم بأنه بلد متخلف لا بموارده وثرواته الطبيعية بل بموارده البشرية، الذي يفتقر للحد الأدنى من الكفاءات الوطنية، وكأنه ليس البلد الذي اشتهر عبر الزمن برجالاته وعباقرته والأساتذة والعلماء في داخل العراق وخارجه. أما المعاصرون منهم فلم يجدوا مكانا لهم في العراق الجديد. ففي الدولة الفاسدة يصبح لكل موقع ثمن، وبحسب التنافس الحزبي على المواقع وحصص ثمن معين ومقايضات وتبادل بين الأحزاب، ومن يأتي للمنصب يكون شخص مدرك بأن المنصب مغنم وفرصة للثراء وتعويض ما تم صرفه لأجل كسب المنصب، ثم عليه أن يقبل بمطالب الحزب الذي سهل له الأمر فتحول المنصب إلى كرسي لنشر الفساد والظلم، ويكون محمي من أي مساءلة أو رقابة، لأن كل شيء بمظلة الأحزاب الحاكمة. بين التهدئة والتصعيد في قطاع غزة وانفلات الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد اعتداءات المستوطنين مستظلين بسياسات المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة وتحت حراستها وإشرافها وحركشات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومزاعمه بشأن وجود صواريخ دقيقة ومستودعات لحزب الله قرب مطار بيروت، يؤشر هذا كله إلى مأزق الحكومة اليمينية المتطرفة وجيشها الذي لم يعد قادرا على الخروج من أزمة الخوف والقلق التي باتت تعتريه في أعقاب الحرب الثالثة، وفقدانه ليقين تحقيق انتصار ناجز في حرب الرابعة المتوقعة،
يمكن للجيش أن يخوضها ضد أضعف الجبهات جبهة غزة، كما يعتقد بعض جنرالاته وبعض تقديرات مراكزه للدراسات الاستراتيجية الصادرة أخيرا بحسب الكاتب ماجد الشيخ في صحيفة العربي الجديد. بحسب ضباط ومسؤولين كبار في جيش الاحتلال، فإنه في حال عدم إحراز تقدم في المصالحة الفلسطينية، فإن اندلاع المواجهة العسكرية مع حماس ستبقى مسألة وقت لا غير، علماً أن هذه التحذيرات ليست نتاج موقف جديد في الجيش والمؤسسة العسكرية بقدر ما هي استمرار لتحذيرات سابقة أفادت بأن الأوضاع هي أقرب إلى المواجهة منها إلى التهدئة، وذلك استنادا إلى ما ذكره جيش الاحتلال عن رصده أخيرا نشاطا لحركة حماس وفصائل المقاومة في غزة، تعزز التقدير بأن الحركة معنية بمواجهة ولو محدودة مع إسرائيل، فحماس بحسب التقديرات الجديدة تريد إدارة المواجهات مع الجيش يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع وليس فقط في أيام الجمعة. ومع هذا كله تبدو الحركة في رهان أكبر على مسيرات العودة وكسر الحصار أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من كلفة المواجهة غير المتكافئة واستمرار نزيف الدم يوميا على حدود غزة. وبدا واضحا أن مستوى الحشد الجماهيري وعدد الفعاليات وتنظيمها وقوتها وتنوعها في الأسابيع الأخيرة مؤشر على رهان حماس هذا. بات القائلون بترجيح احتمالات التصعيد أكبر بكثير من القائلين باحتمالات التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، لكن هذه المرة لا يبدو أن الحرب قد تنطلق على خلفية خدعة ما تستدعيها أو تبررها. فالتصريحات الإعلامية باتت تعلن بأن عملية عسكرية ضد غزة بدأ الاستعداد لها، وهي واقعة لا محالة في ظل الانسدادات الأكثر تعقيدا في حياة الصراع الفلسطيني ضد كيان المؤسسة الإسرائيلية. قارة النظام الإيراني قرروا زيارة جرعة القمع والعنف لمواجهة المتلاعبين بالاقتصاد من الانتهازيين والجشعين والمخربين، ومنعهم من الاستمرار في ثقب السفينة من داخلها وهي لا تحتمل المزيد، متجاهلين أنه سلاح ذو حدين وسيرتد عليهم بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. في إيران اليوم فإن النظام لا يخوض معركة الحد من استغلال بعض التجار ظروف العقوبات الأمريكية وحدها ودون مشاغل ومشاكل غيرها، كما كان الوضع العراقي أيام صدام حسين، بل إنه يخوضها في ظل إضراب التجار في عشرات المدن الإيرانية احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي، فيما امتد إضراب آخر ينفذه الآلاف من سائقي الشاحنات إلى 320 مدينة. وبدل أن يسارع النظام الإيراني إلى التوقف عن إنفاق الملايين من العملات الصعبة على منظمات وميليشيات وعصابات وأحزاب وشخصيات دمغها العالم بالإرهاب وتسببت في عزلته وتحميله وزر جرائمها، ثم ينفق تلك الأموال في الداخل لنجدة المواطن وتأمين ما يمكن تأمينه من حاجاته الملحة، يتنطح كبار الأعوان والمستشارين لنصح مرشدهم الأعلى برفض ذلك وبالاستمرار في تمويل الفرق الإرهابية في الخارج لحاجة النظام إليها. بالمقابل يرد 50 خبيرا اقتصاديا إيرانيا على ذلك، منذرين بانهيار الاقتصاد الإيراني وداعين رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء إلى تحذير قيادة النظام من كون الوضع أسوأ وأخطر مما نظنه وأن البلاد على وشك السقوط. الحاجة أم الاختراع، ربما كانت هذه الفكرة التي قادت الشاب العشريني اليمني أحمد الحباشي إلى ابتكار السكن فوق شجرة بأحد شوارع العاصمة صنعاء بعد أن حاصرته الظروف الاقتصادية الصعبة. بعيدا عن أعين الناس قرر أحمد الهروب إلى إحدى الأشجار وأنشأ عليها غرفته الصغيرة من الكراتين والخشب بعد أن كان قد حاول نصب خيمة له في الشارع.
ويبتسم أحمد للكاميرات ويقول بأنه سعيد في غرفته الجديدة على الشجرة، وأصبح يرتبط بها كثيرا حيث يحتفظ فيها بكل أدواته الخاصة، والأهم من ذلك أنه بعيد عن نظرات الناس ولا يستطيع المرء في الشارع ملاحظته وهو في الداخل إلا عند تركيزهم. ولم يتردد أحمد في إضافة مصابيح الكهرباء إلى غرفته على الشجرة، وكما قام بفتح وتخصيص نوافذ للتهوية وترتيب المكان رغم بساطته. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.